هذه التفاهمات. الآن هناك إشارة موافقة مبدئية من قبل ميليشيات الحوثية، وهو ما اعتبره المبعوث الأممي فرصة لإتمام هذا الجزء من عمليات التبادل. هذا الجزء يشمل 2223 شخص في إطار عملية مقسمة على النحو التالي: 800 مقابل 800. الـ800 الذين هم من طرف الحوثيين هم أسرى لدى الجانب الحكومي، والـ800 الأخرى هي من المختطفين وأسرى أيضا في لدى الميليشيات. هؤلاء الثمانمية يشملون الصحفيين والإعلاميين وكبار السن والحالات التي أصبحت حالات حرجة وضعت في مقدمة هذه الأسماء، بالإضافة إلى أن هناك 600 شخص تسلمهم الحكومة من أسرى الحوثيين مقابل 23 شخص، وهم الاثنين من المشمولين بالقرار 22/16 وهما شقيق الرئيس عبد الرب منصور ناصر منصور هادي، اللواء ناصر منصور هادي، وأيضا اللواء الصبيحي وزير الدفاع السابق، بالإضافة إلى اثنين من أسرة الرئيس صالح، وأيضا 16 شخص من القوات السعودية وثلاثة من السودانيين. هؤلاء مقابل 600 أسير حوثي. هذه الصفقة تأتي كمرحلة حالية الآن، إذا ما صدق الحوثيون ووفوا